قادر طرف رئيس الجمهورية اللي رح يطلع من السلطة بعد هذه الحملة الطويلة اللي انعملت عليه مثل ما هو بيقول 6 سنين لإفشال عهده، يطلع بلا تلت معطل بحكومة مش راضية عن رئيسها مع مشاكل فيها؟ هلأ في عنا وقفة ضميرية، نعم، ما فينا نترك البلد بلا حكومة، تلت معطل وربع معطل وعشر معطل كله سنوي، بدنا نقرر بدنا تلت معطل أو بدنا استمرار البلاد. نحن شو يعني دولة؟ كل مرة برجع بعيدة بالعلوم السياسية، شو بيعلموك أنت بعتقد خريج علوم سياسية؟ صحيح. بيقولوا لك شو مفهوم الدولة؟ أرض وشعب وكيان. صحيح. أرض كتر خير الله موجودة، الشعب مقسوم ومدمر، كل في عندك 100,000 لبنان بالشعب. نعم. والكيان هو مال وقضاء وسلطة. السلطة مال، ما في عندنا مال، القضاء مهترة للأسف، والسلطة كمان مدمرة ومتقاسمة. مهري وين السلطة؟ وين ما عندك، ما عندك سلطات دستورية، كيف أنت ما عندك مقومات دولة بقى؟ ليش مش انتخاب رئيس الجمهورية هو الحل؟ من هناك تبدأ الحلول، ولكن نحن وصلنا إلى مواجهة كونفرونتاسيون، اندلس كونفرونتاسيون، مواجهة لا تنتهي، لا. لن تنتهي. من شان هيك ما نشأ عن انتخابات 15 أيار 2022 هو يعني مش شايفين مثله، هو يقسم البلاد بين شقفتين. نعم. اخترعنا قصة النواب التغييريين، طلعت بإرادة الناس وجابوا 13 نائب بس قليلين عم يتحاوروا، اقل هو عم يبرموا، عم يبرموا اكثر ناس عم يتحاوروا واكثر ناس عم يشتغلوا، عم بيحاولوا يوصلوا، عم بيحاولوا يوصلوا مشترك بعد ما كانوا عن جد فعلا. متفق انا وياك، ولكن بين نواب التغييريين ونواب معارضه فريق حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر، نص بنص، انت مقسوم عمودي، سيؤدي الى شلل كامل بالحياه السياسيه بالبلاد، وسيصعب تأليف حكومه، وسيصعب انتخاب رئيس، وسيصعب. ليش حزب الله اللي عمل حمله مع الرئيس عون ودعمه بال 2016 لا يقوم بهذه الحمله، بدل ما يشكل حكومه يجيب سليمان فرنجيه رئيس واللي هو داعمه وواعده، بالرغم من انه هو سليمان فرنجيه بيقول ما انه مرشح ولكن هو المرشح اول شيء. حتى اجى الرئيس عون رئيس اخذت اجماع مسيحي وسنتين ونص، رحت وسنتين ونص فراغ، ورحت اقنعت القوات بتسويه طويله عريضه، نعم، انه تعمل اتفاق مسيحي على هذا. ما قبل سعد الحريري يمشي بميشيل عون الا ما صار في قبول قواتي بميشيل عون، اخذ غطاء مسيحي، ميشيل عون راح على انتخابات. نعم. اليوم بدك تجيبي له غطاء مسيحي لسليمان فرنجيه، منين بتجيبيه؟ من التيار الوطني الحر، بدك تجيبيه من التيار الوطني الحر، في لها اسمان، والتيار الوطني الحر لهلا غير راضي. شو هي الاسمان؟ واضحه موجوده على الطاوله مكتوبه؟ انا برايي ما بتتصلح. يعني ما بتتصلح ليه؟ تعيين حاكم مصرف لبنان، تعيين قائد الجيش، في 100,000 شغله، في تعيين قضائيه اداريه، مجموعه اشياء، وفي خطا بالكونسبشوال بيهيفير، انه خلص هن مدرستين منفصلتين مش حابين بعضهم، ما رح يرضوا فيه، واكيد القوات اللبنانيه ما رح تقبل. هلا القوات اللي اتفقت مع الجنرال التيار الوطني الحر بعد المعارك الطاحنه لجابوا عون رئيس عون رئيس جمهوريه، ما بيقدروا بطريقه ما يزبطوا الامور بين سليمان فرنجيه وجبران باسيل او الرئيس عون؟ لا، انت شو مفكره العلاقه بين الصغرتاويه لا انا بعرف، انا بنت الكوره. انت بنت الكوره وبتعرف العلاقه المتفجره. نعم. بين القوات والمرضى، بس انا بعرف العلاقه المتفجره بال 89 لانه عشت الحرب ايضا. أوكي. بين القوات والعونيه اللي بعدها لهلا على الارض وبعد الحملات السياسيه موجوده. أوكي. بس هونيك كمان بدك تعملي مصالحه طويله عريضه. واتفاق يعني طويل عريض، يعني برايك سليمان فرنجيه لن يكون رئيس؟ ميشيل عون كان عم يشتغل على جبهة. نعم. سليمان فرنجيه بده يشتغل على جبهتين. علما انه اكثر حدا اليوم، اكثر طرف سياسي له حق يطالب بالرئاسه هو سمير جعجع. ليش؟ ونشوف نتائج الانتخابات بتعرف. بعيدا عن نتائج الانتخابات عنده سجل دموي. شو عنده؟ بعيدا سجل. عن سمير جعجع عنده سجل دموي، عن كلهم عندهم سجل دموي. 100% سجل دموي. اذا بدك تحس بسمير جعجع وحده بنكون بعضنا بغالب ومغلوب، ما نحن طلعنا من اقل ما قاله فيصل كرامي، اقل يستفل بيقول بده اياه. بس سمير جعجع هو
من أكثر الناس يلي هلأ بيمثلوا الشارع المسيحي بنتيجة الانتخابات. ما فيني أحكي عن سجل لحدا إذا ما فتحت 300 ألف سجل وراي. بس شو سجله لسليمان فرنجية مثلاً؟ كلهم كانوا كرئيس او ميشيل معوض. اذا فرضنا ميشيل يعني ميشيل معوض وحيد يمكن ما عنده مش ضارب حدا كف. ايه مش هون القصه انه ما فينا نفتح الماضي نعم. ونطبقه على ما في استنسابيه بالماضي نعم. الماضي بده ينفتح على الكل يعني لا رئيس جمهوريه مش بغير رئاسه الجمهوريه كمان على كل الناس. عم نحكي 100% بس خلص طوينا صفحه طوينا صفحه بال 2005 تحديدا طويت الصفحه مع العفو العام 100% انطوت كل الصفحات نعم. واليوم نروح منفكر برئيس جديد للجمهوريه وبدنا نفكر انه مين بحق له ومين ما بحق له. هلا اذا سليمان فرنجيه بده يجي يجي رئيس، بده يجي سمير جعجع يجي رئيس، بده يجي جبران باسيل يجي رئيس، مين ما بده يجي حضرتك. بس يكون في رئيس. هيدا حلمنا، ولكن بحسب حضرتك والمعلومات والستاتستكس اللي عم تشوفوها، واكيد هيدي مرحله انا بعتقد يعني هلا بدك تصلح لي اكثر شخصيات سياسيه مرشحه للرئاسه عم تطلب منكم انكم تشوفوا قديش عندها حظوظ ما كثير بفيد. بس نحن عاملين دراسه هيك امبارح شفت نتائجها نعم بتفرجي انه في شعبيات متفاوته، ولكن بلبنان في اعلام وفي اعلان مين عنده اكثر شعبيه في السوشيال ميديا من المطروحين الجديين كلهم عندهم شعبيتهم تتفاوت بين طائفه واخرى، ولكن ما بدك تجاوب لا لا ما بقى معنا كثير وقت لا خلصنا. لا بل بدي اقول لك اياه نعم مدام انه نحن امام مشكله متراكمه صفت نعم. تمتد من رئاسه الجمهوريه الى رئاسه مجلس الوزراء إلى استمرار المؤسسات الدستورية. ما لم تستمر المؤسسات الدستورية ما تبحث عن حلول لا. يعني نحن عم نفتش على حل، بأي حل من مين بده يطلع الحل؟ ما بدنا أول شغل نعيد المؤسسات الدستورية إلى انتظامها القانوني نعم. إيه لحتى ما يجي واحد يتجاوز حد السلطة. هيدا شيء مسلم به، ولكن بحسب الدراسة اللي عملتوها من حاز على أكثر نسبة أصوات لرئيس الجمهورية؟ أحد الشخصيات التي يتم التداول بها جديا وواقعيا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية. ما بدي أقول هلا ما بدي. جوزيف عون ما بحاول أقرأ من مرحلك لأنه بدي أقرأ التقرير مزبوط وكون مذكر ومزبوط وقادر أحكي فيه وبوعدك إذا بدك بجيب بحطه عندي خلص ناطرة.